بسم الله الرحمن الرحيم. مولد النبي سيد الكونين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والسيرة النبوية العطرة لمحمود النساج، وهي من إيماض إشعاع الإمام الشيخ الحافظ ملا علي العامري. بسم الله والحمد لله المنفرد بالوحدانية، الصمد المختص بالحياة السرمدية، فإنه لا إله إلا هو الواحد القهار، والصلاة والسلام على صاحب الدعوة المحمدية محمد النبي الذي شهد بحقه الله تعالى والملائكة والرسل والآيات القرآنية بأنه سيد الكونين وخير البرية وسيد الأنبياء وفخر المرسلين المختار، وعلى أهل بيته الذين طهرهم الله من الرس تطهيرا وجعلهم خير ذرية وجعل مودتهم فرضا على الأمة الإسلامية. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وهم قربى سيد النبيين الأطهار. وعلى أصحابه نجوم الهداية وأصحاب الوفا، وعلى التابعين والأنصار، ارفع اللهم قدره العظيم بلطف خفي من هبات وتكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ابن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد المهيب الزعيم ابن هاشم، واسمه عمرو العلا الجواد الكريم ابن عبد مناف، واسمه المغيرة الهمام الحليم ابن قصي، واسمه مجمع جمع الله تعالى له الحجى والقلب السليم ابن كلاب، واسمه حكيم وهو في آرائه لبيب حكيم ابن مرة، الذي إذا مر ليلا بجمع من الناس استضاء الجمع بوجهه الوسيم ابن كعب، وهو رأس العز وبه العز مقيم ابن لوين، الذي هو لواء الخير العميم ابن غالب، الذي كان غالبا بعقله المستقيم ابن فهر، واسمه قريش وإليه ينسب النسب الذي هو فوق سما العلياء مستديم ابن مالك، الذي جاد بما ملك للمعدم واليتيم ابن النضر، الذي ترى بنضارته المنى والنعيم ابن كنانة، الذي كنيته العارف العليم ابن خزيمة، الذي كان ببأسه لكل طاغية خزيم ابن مدركة، الذي كان يدرك المحتاج ويشفي السقيم ابن ألياس، الذي سمع في صلبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر اسم الله عز وجل الجليل العظيم ابن مضر، الذي كان منفعة لمن أصابته المضرة وبلسما للسليم ابن نزار، الذي كان في أمجاده لقومه في الهواجر كالنسيم ابن معد، الذي فضائله لا تحصى بعد وهو بكل أمر قوي قويم ابن عدنان، الذي كانت سجاياه وعطاياه لقاصديه كأنها من جنات عدن دار المتنعمين برحمة الله الرحمن الرحيم، صعودا إلى الذبيح إسماعيل وإلى الخليل إبراهيم عليهم الصلاة والتسليم. نسب المصطفى كشمس فخار بسما المكرمات والآل زهر، أو كروض الأمجاد بين البرايا يثمر العز والعلا فيه زهر. أكرم بهذه الأسماء السنية والسلالة الزكية، فإنهم من الأصفياء الأخيار، ارفع اللهم قدره العظيم بلطف خفي من هبات وتكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا له من نسب جعله الله تبارك وتعالى في سماء الأنساب أنجما زهرية تسطع من شرف رفعته الأنوار،
فلو أن الأنساب كانت سماء فهو فيها من مجد علياه شمس، فالسنى والسمو فرع وأصل فيه، فهو الشعاع والناس رمس. لقد خلق الله جل وعلا الخمسة أصحاب العبا أنوارا في ساق العرش، وهم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام قبل أن يخلق آدم عليه السلام. سيد الخمسة الأولى بعلاهم تحتهم كل رفعة وارتقاء، والوجوه المصورات شعاعا لم يلح قبلهم من الأضواء، لم تكن قبلهم شموس وأقمار بدت أو كواكب في السماء، خط أسماءهم على العرش رب العرش نورا بوركن من أسماء، فهو فخر الوجود في كل معنى من معاني السمو والعلياء، علة الكون والخليقة طرا، وهو بالفضل سيد الأنبياء. فأودع نور سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في جبين آدم عليه السلام، وأخذ ينتقل ويشع في جباه الأنبياء والمرسلين عليهم السلام والعظماء والأزكياء، إلى أن وصل وحل بجبين هاشم، ومنه لعبد المطلب، ومنه لعبد الله. ولما صدرت إرادة الباري جلت قدرته وتباركت مشيئته أن يظهر إلى الخلق سيد خلقه وخير أنبيائه وفخر رسله بصورته الحقيقية، ليكون رحمة للعالمين ونورا للأبصار. حبب لقلب عبد الله بن عبد المطلب الزواج، فأتى لأمه وقال: يا أماه، اخطبي لامرأة ذات خلق وخلق جميل، وحسب ونسب نبيل، وأصل وشرف أصيل، فزارت أشراف قريش وعقلها الدليل، فهداها الإله الجليل لآمنة بنت وهب، فرأت نسيم البهاء على محياها تنسم وهب، فأنقذوها أوقية من الفضة وأوقية من الذهب، ومئة من النعم ومثلها من الغنم، وزفت له ذات الصورة الجمانية، وزوجوا الياسمين بالجلنار. ارفع اللهم قدره العظيم بلطف خفي من هبات وتكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما حملت به أمه آمنة الأيمنية، بزغت في سماء الهنا شموس المنى والأقمار، فقد حملت بمن هو لقلوب الكائنات أمنية، ولأنوف الهدايات شمم وشذا ومعطار. ارفع اللهم قدره العظيم بلطف خفي من هبات وتكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقد فاضت لحمله البركات والخيرات الأرضية، فأصبح الحزن سرورا، وظهرت الخيور، واختفت الشرور والأشرار، وسطعت أنوار السعود في البطاح المكية، فضاء فضاء الوجود بالمباهج للأبصار. ارفع اللهم قدره العظيم بلطف خفي من هبات وتكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. لقد بشرت به صلى الله عليه وآله وسلم أمه آمنة بنت وهب الأنبياء والمرسلون عليهم السلام، ففي الشهر الأول بشرها أبو البشر خليفة الرحمن آدم عليه السلام، فقال لها: ابشري، فقد حملت بصاحب الفرقان، ومن هو للكونين عينان، وللنشأتين رحمتان، وللثقلين جنتان، ولسماء الهداية قمران، ولعرش الأنبياء والمرسلين سلطان، نبي الشرعة القرآنية،
ورسول الأمة الخيرية، فخر النبيين الأبرار، وخير المرسلين الأخيار. ارفع اللهم قدره العظيم بلطف خفي من هبات وتكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. له أمر الواحد الأحد، ملائكة في العلا سجدوا، أبو البشر استاق بشرى الهنا، لمن خير فخر له تلد، يبشر أم الذي باسمه يزين خليقته الصمد. وفي الشهر الثاني بشرها شيث فقال لها: ابشري، لقد حملت بصاحب الإسراء والمعراج، بالنبي الذي هداه للعالمين سراج وهاج، ولهام العلا تاج، والذي هو آلاء آيات السورة الكوثرية، والذي هو بنعم رب العالمين خير بشار. ارفع اللهم قدره العظيم بلطف خفي من هبات وتكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. بك قد بشر العوالم شيث، سوف يأتي للمرسلين وريث، واستغاث الوجود يطلب هاد، وهو بالله ربنا يستغيث، حيث أنشاك ذو الجلال نصيرا، وهو سبحانه المجيب المغيث. إن هذا الوجود لولاك يبقى في ظلام به الضلال يعيث. وفي الشهر الثالث بشرها إدريس بمن هو لجميع المرسلين رئيس، فقال لها: ابشري، فقد حملت بمن رفعته العناية الربانية، بهادي الخلائق الذي هداه خير دليل للمحتار. ارفع اللهم قدره العظيم بلطف خفي من هبات وتكريم، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. زف بشرى فوق السماء إدريس، لك يا من للرسل أنت رئيس، في البرايا هداك يسمو صعودا، بك أمسى فوق السماء يميس، لك في الكون مولد كعروس، ولعرس الكونين أنت عريس. وفي الشهر الرابع بشرها نوح بصاحب الفتوح، ومن هو لجسم الكائنات روح، فقال لها: ابشري، بشارة أبدية، فقد حملت بفخر المرسلين الأخيار. ارفع اللهم قدره العظيم بلطف خفي من هبات وتكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. نوح هن الورى بطوفان بشر، طفحت فيه خافقات البرايا، هي بشرى ميلاد خير نبي، وجهه لاح للجمال مرايا، فهو للمذنبين خير شفيع، حينما نأتي للحساب عرايا. وفي الشهر الخامس بشرها هود بالنبي المحمود، فقال لها: ابشري، فقد حملت بصاحب المجد والسعود، بخير الخلق وعظيم الخلق، ويمنى العطايا الأريحية، الذي تقر بنظرة وجهه الأنظار. ارفع اللهم قدره العظيم بلطف خفي من هبات وتكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. بك قد بشر الخلائق هود، يا نبيا به استنار الوجود، أرضنا مذ أتيت يمن ويسر، ونزول الأيام فيك صعود، قد رأت فخرها وكل علاها، فيك أبناء خلقنا والجدود، أنت خير ورحمة وسناء وسخاء وكف مجد وجود. وفي الشهر السادس بشرها إبراهيم الخليل الإمام بالنبي الهمام، الذي شعاع هداه كبدر التمام، بين النجوم السماوية، وسيبقى مشعشعا ما بقي الليل والنهار. ارفع اللهم قدره العظيم بلطف خفي من هبات وتكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه.
يا حبيبا به تسامى الخليل، وجليلا أثنى عليه الجليل، لك شرع سما به كل شرع فيه تم التكبير والتهليل، وكتاب به هدى وشفاء فيه يحلو التجويد والترتيل. وفي الشهر السابع بشرها إسماعيل بالنبي الجليل، فقال لها ابشري لقد حملت بمن شرعته شفاء للعليل، والتي يسمو نورها على الكواكب الدرية وعلى الفلك الدوار. ارفع اللهم قدره العظيم بلطف خفي من هبات وتكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. بك يسمو الثناء ويسمو المديح ويتم الدعاء والتسبيح، أنت أزكى من طيب ريح جنان، منك يرجو الشذا خزاما وشيح، قد سما جدها بحملك أم جاء يسجي لها التهاني الذبيح. وفي الشهر الثامن بشرها موسى بن عمران برسول الرحمن، فقال لها ابشري بفخر الإنس والجان، فقد حملت بصاحب الرفعة الفرقدية الذي طلعة هدايته تفوق النجوم في الأسحار. ارفع اللهم قدره العظيم بلطف خفي من هبات وتكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا نبيا آنست في الطور نارا، ولأم الحبيب آنست نورا، جئت تهدي البشرى لأم بشير، ولديها عاينت عينا وحورا. وفي الشهر التاسع بشرها عيسى بن مريم بالنبي الأكرم والرسول الأعظم، فقال لها ابشري لقد حملت بمن أرسله الله رحمة للبرية الذي بوجوده الوجود استنار. ارفع اللهم قدره العظيم بلطف خفي من هبات وتكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. جاء للعالم رحمة وإلى المخلوق نعمة، فله وجه منير لم يدع في الكون ظلمة، وله دين حنيف جعل الإعصار نسمة، فلوجه العدل نور ولثغر الحق بسمة، وله خير كتاب فاز من باشر لثمة، جعل الله سناه لسماء الكتب نجمة، لقي المؤمن رشدا فيه والشيطان رجمة، هو فخر الرسل طه فيه مجد وارفع اسمه، ربنا صلي عليه وعلى الآل الأئمة، فإنهم خيرة الأمة المهدية، وإنهم آل خيرة الأخيار. ارفع اللهم قدره العظيم بلطف خفي من هبات وتكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما ولد صلى الله عليه وآله وسلم ولدت شمس الهداية وقمر السعادة في الوجود، ونجوم الرفعة وشعاع أنوار السعود، وسناء الرشاد وفجر العز وبهجة العلا ويمين الجود، وجمال الفخر وضياء الحق ونهج العدل في النجود، وصراط النجاة وسبيل الفوز والصعود، ونصر الفتح ودليل الوصول لله الودود، وسراج الخير والبهاء وخيرة البرايا وزينة الأكوان، وحبيب الفرد الصمد المعبود، ولد أكرم الأكرمين وأطيب الأطيبين، وسيد الأنبياء وإمام المرسلين، ونبي النبيين، وملك المعصومين، وشفيع المذنبين، ومختار الله خير الخالقين، وصفوة إله العالمين من الخلق أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد بكل صباح وعشية، واغفر ذنوبنا يا غفار. ارفع اللهم قدره العظيم بلطف خفي من هبات وتكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه.
وقد ولد صلى الله عليه وآله وسلم طاهر الجسم كنفسه الزكية، وكفله واعتنى بتربيته جده عبد المطلب وهو المحفوف والمحفوظ بعين العناية الرحمانية، وتلألأت وجوه الوجوه من قريش للفرحة والبهجة المولدية، وأقيمت الولائم للأضياف أرباب المكارم والأريحية، وأسماه جده عبد المطلب سيد قريش محمدا كما أسماه الإله الجبار. ارفع اللهم قدره العظيم بلطف خفي من هبات وتكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. زهر الكون فالربيع ورود، حيث فيه محمد مولود، فالبرايا لهم من البشر أنس، وعلى سلم السرور صعود. ورأيت الدنيا كجنة عدن، باسمات بها الحسان الغيد، بزغت كالبدور منها وجوه، ثم ماست بالدل منها قدود. وطيور الهنا عنادل شدو، طاب لحن لها وطاب نشيد. غردت باسم سيد الرسل طه، وإذا الكون كله تغريد. فسمعنا منها تراتيل آي، تطرب السمع والقلوب شهود. ولد المصطفى سراجا منيرا، ورشادا فضاء منه الوجود، فهو عين الوجود في كل معنى، من معاني العلا وللعز جيد. وبهاء لحسن وجه المعالي، وليمن السخاء والمجد جود. يا أبا الرشد والهدى، إن يوما فيه ميلادك المشرف عيد، عيد سعد ورحمة، حيث فيه كل شيء من الوجود سعيد. أنا أهوى ترتيل مجدك دوما، كلما رتل الكتاب المجيد. فسلام عليك يا خير مولا، كلما يتبع الركوع سجود. وعلى آلك الهداة شموس الحق، ما يختم القصيد مجيد. يا صاحب الشرعة التوحيدية، التي ما لها من زوال وما لها اندثار، ارفع اللهم قدره العظيم بلطف خفي من هبات وتكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويوم ولادته صلى الله عليه وآله وسلم عبست واختفت وجوه شياطين النقمة، وابتسمت واستبشرت وجوه ملائكة الرحمة، فرحا وسرورا، وازدانت سماء الأفراح بنجوم المسرات والانشراح، وطفحت البشائر وعمت البركات في البوادي والحواضر، وأينعت رياض الهنا بأزهار المنى النواضر، وصفت قلوب الصفاء الطاهرة بحب صاحب الطلعة الزاهرة بالبهجة الأرجوانية، فهنيئا بهاتيك المباهج للنظار. ارفع اللهم قدره العظيم بلطف خفي من هبات وتكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولد الإنصاف والجور انطفى، ولد الهادي وللأكوان نور، ولد الأحمد والدهر اصطفى، ولد الدين وللأديان سور، ولد المختار طه المصطفى، وتلى العالم آيات الحبور، ولد المجد فأعطى المنح للبرايا في السجايا الغرر، بسخاه فاق غيثا سمحا، وسقى الأرض بماء همر. إن في مولده الكسرا جبر، وبه إيوان كسرا صدعا، إن في مولده الحق ظهر، وعلى فوق العلا وارتفعا، إن في مولده الكون اعتمر، وبه كل الوجود انتفعا، إن في مولده الكون صحا، وانجلى عنه جميع الكدر، فهو من بعد دياج صبحا ببهاء من محيا مضر. وقد هبت
من نسمات نفحات مولده رياح فردوسية فعمت بعرفها جميع الأقطار والأمصار. ارفع اللهم قدره العظيم بلطف خفي من هبات وتكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وخمدت نيران الشياطين المعبودة من دون الواحد المعبود لبزوغ بدر محيا محمد المولود، وفتح الله تبارك وتعالى باب الخيرات والبركات الموصود، وغاضت بحيرة ساوى في ذلك اليوم المشهود، وفاض وادي سماوة وكان عنه الماء مسدود، وألهب صوت الغضارة ظهور مطايا النحوس لتذهب إلى غير رجعة وتحل محلها السعود، وضحكت وجوه الأماني لوصال المسرات بعد الصدود، ورفع الزمان عن وجهه برقع الكآبة فلاح بوجه وسيم كالورود، وقرت عين أم القرى بما شهدت من سعادات وأبهاء بوجه الوجود بيوم مولد محمد صلى الله عليه وآله وسلم النبي المحمود صاحب يد المجد والكرم والجود وصاحب البهجة الجمانية. فسبحان الذي جعله زينة للأنظار. ارفع اللهم قدره العظيم بلطف خفي من هبات وتكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأرضعته صلى الله عليه وآله وسلم أمه الجليلة أياما قليلة، وأرضعته صلى الله عليه وآله وسلم من إلى الأسلمية سليلة، وأرضعته صلى الله عليه وآله وسلم حليمة السعدية، وكانت أيامها بالنحوس مليلة وبهوج الفاقة ضليلة، فهبت عليها أيام رضاعته صلى الله عليه وآله وسلم أنسام البركات البليلة، وعمت نعم الله جل جلاله وآلاؤه جميع أسرتها والأقارب والقبيلة، فظللها العز وكللها السعد وولت عنها كل بلية، وواكبتها المنافع وغادرتها الأضرار. ارفع اللهم قدره العظيم بلطف خفي من هبات وتكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقد شب صلى الله عليه وآله وسلم على الخبر المشهور إنه مشى على قدميه الشريفتين في 5 شهور، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يزهو بهاء وجمالا كالزهور، وطفق نجم الحسن والجلال من محياه بالظهور، وردته لأمه صلى الله عليه وآله وسلم مرضعته السعدية بعدما أرضعته بلبن ثديها الطهور. وسيبقى صلى الله عليه وآله وسلم اسمه وذكره تاجا مشعشعا على هامات الدهور، كما تبقى كالشمس في سماء الشرائع شريعته المرضية، ويبقى الإسلام والمسلمون بسمو وفتح وانتصار. ارفع اللهم قدره العظيم بلطف خفي من هبات وتكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقد مرت عليه صلى الله عليه وآله وسلم أيام ليست بخطوات الأفراح مائسة، وليست ثياب المسرات لابسة، فقد فقد أباه وهو في بطن أمه، وفقد أمه وهو لم يبلغ من السنين 5، وكانت له صلى الله عليه وآله وسلم
عيون جده الحنون من كل خطوب وأخطار حارسة، وكان يحافظ على ابنه الحبيب بعين عنايته الأبوية، وكان له كدرع وبتار. ارفع اللهم قدره العظيم بلطف خفي من هبات وتكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما رأى صلى الله عليه وآله وسلم قد داهمت المنية عبد المطلب جده، والذي كان يغذيه ثمار المودة، والذي كان له من الأيام النحسات سعدة، وفي حروب الزمان عدة، وفي حاجة النصرة نجدة، ولسيف قراعه مع الأعداء حدة، وللظمأ في الهواجر وردة، كفله عمه أبو طالب وكان أعز أولاده عنده، وكل أذى وخطب عنه رده، وأبو طالب شيخ البطحاء. ولما رأى صلى الله عليه وآله وسلم قد داهمت المنية عبد المطلب جده، والذي كان يغذيه ثمار المودة، والذي كان له من الأيام النحسات سعدة، وفي حروب الزمان عدة، وفي حاجة النصرة نجدة، ولسيف قراعه مع الأعداء حدة، وللظمأ في الهواجر وردة، كفله عمه أبو طالب وكان أعز أولاده عنده، وكل أذى وخطب عنه رده، وأبو طالب شيخ البطحاء وشيخ المشايخ الهاشمية، فلقد كان له خير نصار. ارفع اللهم قدره العظيم بلطف خفي من هبات وتكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقد رحل صلى الله عليه وآله وسلم مع عمه أبي طالب لبلاد الشام قصد التجارة، وجد على العير سيرا، وكان يشاهد كل من سافر إلى الشام في المفازة ديرا، وكان يسكن ذلك الدير الراهب بحيرا، فرآه صلى الله عليه وآله وسلم الراهب وقد رفرف على رأسه صلى الله عليه وآله وسلم لسعد النبوة طيرا، فقال لعمه أبي طالب: أنت ومن معك ضيفي؟ وقدم لهم من أشهى الأطعمة ميرا، ونظره بحيرا وقد سجدت له صلى الله عليه وآله وسلم الأشجار والأحجار، ورأى على كتفه صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبوة، فاحتار حيرا، فقال: يا أبا طالب، إن ابن أخيك هذا سيد العالمين وسيد المرسلين، والذي سيعم الكونين خيرا، فارجع به واخش عليه مكائد اليهود، فإني أخشى عليه منهم ضيرا. فعاد به صلى الله عليه وآله وسلم تحرسهم العناية الربانية، ووجهه صلى الله عليه وآله وسلم يضيء كالكوكب السيار. ارفع اللهم قدره العظيم بلطف خفي من هبات وتكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وسار صلى الله عليه وآله وسلم إلى بصرى في تجارة لخديجة الطاهرة بنت خويلد، يخدمه صلى الله عليه وآله وسلم غلامها ميسرة. فقطع الفيافي والقفار والسهول والحزون، فيرى بما خصه الله تبارك وتعالى يسيرة ساعات سفره المعسرة،
وتعب المسير وعناء الطريق ما أيسره، فهو صلى الله عليه وآله وسلم في النهار كالشمس وفي الدجى كالقمر لسواده المدلهم حسره، فتنجلي عنه ظلماته العقابية فنور وجهه صلى الله عليه وآله وسلم كالنجوم في الأسحار. ارفع اللهم قدره العظيم بلطف خفي من هبات وتكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما رجع من بصرى بربح وفيض بركات تنيل لمن رام الخير مرامه، وعاد إلى خديجة بما يسر الله عز وجل من منافع جمة وسعادة وسلامة، وعم السرور لقدومه أقاربه وأعمامه، وفرحت خديجة كل الفرح برجوعه سالما، وقد رأت بعينها تظلل رأسه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم عن الشمس غمامة، وقد علمت بأن ما شاهدته هو للنبوة علامة، وكانت من قبل ذلك تعرف منزلته ومقامه، وكانت هي معروفة بمعرفتها الألمعية، فإنها سليلة أولي الألباب والأبصار. ارفع اللهم قدره العظيم بلطف خفي من هبات وتكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فخطبته صلى الله عليه وآله وسلم لنفسها الزكية الطاهرة بعرف شذا رياض الهداية الزاهرة بورود بهجة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وطلعته الباهرة، وهي البرة الوفية المخلصة الصادقة له وعلى مودته ساهرة. فزواجها من خير الثقلين صلى الله عليه وآله وسلم لديها خير أمنية، وهي التي اختارته وأحسنت الاختيار. ارفع اللهم قدره العظيم بلطف خفي من هبات وتكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أعمامه بخطبتها له، ففرحوا فرحا شديدا لما لهذا الزواج من سمو ورفعة وجلالة. وخطب أبو طالب فحمد الله جل جلاله وعم نواله، ووصفه صلى الله عليه وآله وسلم وقال هو أميننا، وهو والله له نبأ عظيم. وقال عمها ليسرني والله تزويجي من القمر الهلالة، تزوج من يعشق الورد جماله، بمن هي لجميع المحاسن لالة، تزوج من لا يصل الكمال كماله، بمن هي لبدر الهداية هالة، صاحبة الصورة اللؤلؤية. فأولدها صلى الله عليه وآله وسلم الزهراء والأزهار. ارفع اللهم قدره العظيم بلطف خفي من هبات وتكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما بنت قريش الكعبة حصل بينهم نزاع كبير في رفع ووضع الحجر الأسعد الخطير،
وأوشك أن يثار بينهم شر مستطير، فجعلوا الأمر إلى حاذق خبير، فحكم بما يحكم أول قادم ويشير. فكان صلى الله عليه وآله وسلم أول قادم، فقالوا: هذا الأمين الذي هو بكل شيء بصير. فأمر صلى الله عليه وآله وسلم القبائل أن تضعه في رداء وأن ترفعه إلى مكانه الذي هو به جدير. ووضعه صلى الله عليه وآله وسلم بيده الشريفة الطاهرة الزكية، ورضيت قريش بما حكم وأشار. ارفع اللهم قدره العظيم بلطف خفي من هبات وتكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما كمل له صلى الله عليه وآله وسلم 40 سنة أرسله الله جل جلاله وعم نواله للعالمين بشيرا ونذيرا، وكان يرى بحراء من الآيات شيئا كثيرا، فجاءه جبريل عليه السلام ليقرأ عليه كلاما منيرا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فإن هذه السورة القرآنية هي أول نور من الأنوار. ارفع اللهم قدره العظيم بلطف خفي من هبات وتكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأول من آمن به صلى الله عليه وآله وسلم من الصبيان علي، وكان بكل شيء عليا، وكان للمصطفى أخا وفيا، وكان صلى الله عليه وآله وسلم به حفيا. ومن الرجال أبو بكر الصديق الذي صدق الرسول الكريم، وكان له صلى الله عليه وآله وسلم صاحبا وحميا وخليلا وصفيا. ومن النساء خديجة التي حوت فؤادا بالإيمان قويا، وبالحب للحبيب نقيا، وبالإخلاص حريا، الرضية المرضية، والتي اختارت المختار. ارفع اللهم قدره العظيم بلطف خفي من هبات وتكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأنزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر. فجهر صلى الله عليه وآله وسلم بدعاء العالم إلى عبادة الله الديان، وترك عبادة الأصنام والأوثان، فبعد عنه الأقارب والخلان، وحدب عليه عمه أبو طالب، فهو في قريش ذو هيبة وسلطان، وكان في كل أفعاله نقي الوجدان، وكان ذو ضمير للحق والهداية يقظان، وهو ذلك الغصن اليانع من الدوحة الهاشمية، تلك الدوحة التي ثمرها من أطيب الأثمار. ارفع اللهم قدره العظيم بلطف خفي من هبات وتكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما وافت المنية عمه أبا طالب وتلته خديجة، سمى صلى الله عليه وآله وسلم ذلك العام عام الحزن والبلاء، وقد كثرت عليه فيه الأعزاء،
وأوقع السفهاء من الذين لا يريدون أن تشرق عليهم من الهداية ذكاء، والذين في قلوبهم ظلمات لا يألفون الأضواء، فأشار عليه ملك الجبال أن يهلكهم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنهم جهلاء، فعسى أن يجعل الله جل وعلا من أصلابهم ذرية نقية، وعسى أن يخرج من الأشرار الأخيار. ارفع اللهم قدره العظيم بلطف خفي من هبات وتكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقد أسري به صلى الله عليه وآله وسلم روحا وجسدا يقظة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ذي البركات، وعرج به صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماوات، فرأى في الأولى آدم صاحب المكرمات، وفي الثانية عيسى ابن مريم سيدة السيدات صاحب الآيات البينات، ويحيى الذي فضل الشهادة على الحياة، وفي الثالثة يوسف الصديق صاحب الرؤى الصادقات، وفي الرابعة إدريس الذي رفعه الله جل وعلا إلى المقامات العاليات، وفي الخامسة هارون الذي تعزى له السيادات، وفي السادسة موسى صاحب النجا والمناجات، وفي السابعة إبراهيم الذي جعل الله تعالى له النار بردا وسلاما وسعادات، ثم انتهى صلى الله عليه وآله وسلم إلى سدرة المنتهى أسمى النهايات، وحياه الله تبارك وتعالى أجمل التحيات، وعاد صلى الله عليه وآله وسلم في ليلته، وصدقه الصديق بما لهذه الآيات الباهرات من خصوصية وما بها من أسرار. ارفع اللهم قدره العظيم بلطف خفي من هبات وتكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. تبارك رب العرش حي وسرمد، ففي مصطفاه كم رأى النور أرمد، بإنجيل توراة لقد شع أحمد، مليك على الرسل الكرام محمد، وأملاك عرش الله أفواج جيشه. أتى بالهدى والطيب فاح بورده، فبدل نحس الكائنات بسعده، سرى لإله الشكر يتلو بحمده، فسبحان من أسرى مساء بعبده إلى المسجد الأقصى لكرسي عرشه. وكان في المدينة رجال ذو عقول راجحة وقلوب سليمة بالإيمان طافحة، فأسلم منهم في موسم الحج على يده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم جماعة مهذبة صالحة من الأوس والخزرج، سادات وزعماء جحاجحة، فهاجر إليهم من مكة رجال تجارتهم بالإيمان رابحة، ورياح أمجاد أعمالهم بشذا عقائدهم نافحة،
وخشيت قريش بأن تكون هجرتهم ناجحة، وكانت هجرتهم إرادة إلهية، فربح المؤمنون وخسر المشركون الكفار. ارفع اللهم قدره العظيم بلطف خفي من هبات وتكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما أذن له صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة أمر علي بن أبي طالب عليه السلام وكرم الله وجهه أن يرقد في مرقده الشريف، فامتثل للأوامر والمطالب، فرصده المشركون وأحاطوا الدار من كل جانب، وخرج عليهم صلى الله عليه وآله وسلم ونثر على رؤوسهم التراب، ودخل الغار هو والصديق له مصاحب، وعشعشت على الغار الحمائم والعناكب، وخرج منه وهو صلى الله عليه وآله وسلم على ميمون من النجائب، وأراد سراقة به الأذى فساخ به فرسه إلى الترائب، فوقع سراقة بكارثة وهو خائب، فتوسل به صلى الله عليه وآله وسلم وقال إني تائب، فعفى عنه صلى الله عليه وآله وسلم بأخلاقه العظيمة النبوية، فإنه حبيب الإله الغفار. ارفع اللهم قدره العظيم بلطف خفي من هبات وتكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومر صلى الله عليه وآله وسلم على أم معبد الخزاعية ليبتاع منها لحما ولبنا، فرأى صلى الله عليه وآله وسلم شاة حظها من الهزال تريب، فأراد حلبها فوافقت وقالت ليس في ضرعها لبن له نصيب، فمسح صلى الله عليه وآله وسلم بيده الشريفة ضرعها، فدرت درا وافرا، فسقى كل من حضر من بعيد وقريب، وملأ الأواني التي عندها من الحليب، وتركها لها آية بقدرة الله السميع المجيب. وجاء زوجها وشاهد اللبن فدهش للأمر العجيب، فأخبرته بما حصل فقال هذا محمد الحبيب، وأقسم لو رأيته لكنت لأمره مجيب، وشرف المدينة بقدومه صلى الله عليه وآله وسلم، وتنورت أحياؤها بأنواره المحمدية، واستبشرت ببشر وجهه وجوه الأنصار. ارفع اللهم قدره العظيم بلطف خفي من هبات وتكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم أعظم وأجمل وأكمل الناس صورة وأخلاقا وأريحية، فصورته تفوق الأنوار والأزهار. ارفع اللهم قدره العظيم بلطف خفي من هبات وتكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أبيض الوجه كورد يزهر، واسع الصدر عريض المنكبين، أسود العينين أحوى أحور، وإليه زجج في الحاجبين،
لا طويل شاهق يعتبر، لا قصير لاسق، بل بين بين، كان من كل مليح أملحا، كان يزري حسنه بالدرر، كان زهرا للبها من لمحا، ورده يفتن بورد الزهر. صح في إنجيل عيسى ذكره، وبتوراة ابن عمران الكليم، خالد فوق المعالي فخره، مثلما خلد في الذكر الحكيم، جاء بالرحمة دوما أمره، فهو يهدينا الصراط المستقيم، كل من آمن فيه صلحا، ولقد سار بخير السير، ومشى مهتديا لا مرحا، وهو بالهدي عظيم الخطر. بشر الروح به أمته، قال من بعدي سيأتي أحمد، إن في أعلى العلا شرعته، وجميع الرسل فيها تشهد، ومن الفرض نرى عترته، خير سادات براها الصمد، كل من والاهم قد أفلحا، حبهم فرض بآي السور، وكلام الله فيهم أفصحا، إنهم في الخلق مثل البصر. فسبحان من أعطاه هذه المباهج والعطايا الخصوصية، فلا صور الله عز وجل مثله ولا صار. ارفع اللهم قدره العظيم بلطف خفي من هبات وتكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما أراد الجليل جل جلاله عم نواله أن يرفع حبيبه إلى عليين، إلى نعيمه الأبدي، إلى أعلى الجنان، أمر الإله الرحيم الرحمن عبده عزريل أن يهبط على سيدنا سيد الأكوان محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويدعوه إلى الروح والريحان، فأتاه وقال: السلام عليك يا شفيع الإنس والجان، بعدما استأذن منه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: وعليك السلام، من أنت؟ قال: أنا الذي يدخل بلا استئذان. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أزائر أم قابض؟ قال: بل قابض إذا رضي منك الجنان، فأنت مخير في البقاء وفي الرحيل إلى الرضوان. قال صلى الله عليه وآله وسلم: البقاء لله الواحد الحنان المنان. فنادى: السلام عليكم يا أهل بيتي، السلام عليكم يا أصحابي، وضم إليه صلى الله عليه وآله وسلم الحسنين، وقد بكى الحسنان، وبكت الزهراء وارتسمت على محياها الأحزان، وعندما همس في أذنها بدا وجهها الشريف جذلان، وتكلم صلى الله عليه وآله وسلم مع علي كرم الله وجهه وعليه السلام، وأسره بأسرار ففاضت بالدموع منه العينان، ولم يتحرك منه الأصغران، وحزنت الأرض ومن عليها لفراقه صلى الله عليه وآله وسلم عموما وخصوصا الآل والأصحاب والخلان. وفرحت السماوات ومن فيها للقائه صلى الله عليه وآله وسلم من الأنبياء والمرسلين والملائكة ورضوان، وصعدت روحه صلى الله عليه وآله وسلم الطاهرة الزكية راضية مرضية، وانتقل صلى الله عليه وآله وسلم من دار الدنيا إلى خير دار. ارفع اللهم قدره العظيم بلطف خفي من هبات وتكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم يا حي يا قيوم، يا فرد يا صمد، صل على محمد وآل محمد، واجعلنا من أمة محمد المرحومة
السالكين صراط الشريعة الحنيفة التي هي بنصر الله عز وجل موسومة، وبالتوراة والإنجيل والفرقان مرسومة. اللهم صل على محمد الذي جعلته للكون شمسه، وجعلت آله أقماره وأصحابه نجومة. اللهم يا من أنزلت من السماء ماء جعلته لكل شيء حياة كدره وثجاجة، اللهم يا من أرسلت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وجعلته لهام رسالات المرسلين تاجة، وجعلته لكل سمو وصعود دراجة، وجعلت آية الآيات معراجة، وجعلت آله لفلك الحق منازله وأبراجه، وجعلت أصحابه للهدى سبيله وسراجه، والتابعين لهم جعلتهم للرشاد سياجه. وارحم اللهم من جعلته للكلام نساجه، واغفر ذنوبه وأمشاجه. وصلى الله على محمد خير البرية وعلى آل محمد الأطهار. ارفع اللهم قدره العظيم بلطف خفي من هبات وتكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. والحمد لله رب العالمين. محمود النساج.